بما اننا بنتكلم على الحكومه فتعالوا نتكلم شويه عن مجلس الوزراء اللي بيوافق على تيسيرات جديده في قطاع الصناعه. النهارده المجلس وافق على الضوابط الجديده او الضوابط العامه اللي بتسمح للهيئه العامه للتنميه الصناعيه اما بانه تلغي يا يعني هم اختيارين يا نلغي يا نخفض غرامه التاخير. طب انا بعمل كده ليه؟ انا عاوز انشط، عايز اسهل، عايز اسرع، انا عايز كل حاجه تمشي بسرعه. ما هو انا عندي تارجت يا جماعه اسمه ايه؟ اسمه ان انا عايز تصدير سنوي ب 100 مليار دولار. تارجت. طيب انا بدات اتحرك ووصلت اظن من كام و30 لحاجه و40، اظن دلوقتي احنا 51 مليار دولار حجم الصادرات، يعني احنا بنتحرك. فانا عايز اشجع المستثمرين في الصناعه تحديدا، فانا اقول له والله انا متفهم ان الازمه اللي موجوده دي ازمه اقتصاديه في العالم كله، فانا هسهل عليك. فطيب يا جماعه احنا هنشوف امتى نلغي وامتى ناجل، ويتعمل اليه للتسويه في حاله وجود عوائق او صعوبات خارق قدرات هذا المطور الصناعي. الرجل اللي بيصنع عشان يعمل لي اكتفاء ذاتي، الرجل اللي بيصنع عشان اعرف اصدر، او المنفذ نفسه يعني. طيب خلوني هنا اخد معانا على التليفون بكل الترحيب سياده النائب تيسير مطر وكيل لجنه الصناعه بمجلس الشيوخ. اهلا 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 يا فندم. حبيبي يا يوسف بيه، اهلا 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 بك. حبيبنا وحبيب الملايين يا سياده النائب. النائب الغالي المحترم الله يخلي سيادتك القدير. الله يخلي سيادتك يا فندم، ربنا يخليك يا رب. سياده النائب، مساله انه النهارده المجلس وافق على مجموعه من الاجراءات من شانها شويه انها تعمل تاجيل لغرامه، من شانها انها ممكن تاخد اختيار تاني الا وهو الغاء الغرامه نهائيا، مساله التيسير على المطور والمنفذ الصناعي، سياده النائب تشوفها ازاي وتودينا لفين؟ اقول يا يوسف بيه بمنتهى البساطه بشره خير يا رب. بشره خير يا رب على كل المصريين وعلى المصنعين وعلى بلدنا بالكامل. بس اسمح لي قبل ما ابدا أرجوك. انا عايز اوجه شكر وتقدير للسيد الرئيس على المجهودات الرهيبه اللي بيقوم بيها من اجل المواطن المصري ومن اجل نهوض مصر بوجه عام، وسفره ومشاركاته الدوليه الحقيقه شيء يجعلنا كلنا نفتخر بيه وندعي له بالتوفيق. صحيح. وكمان بنتهز الفرصه واهني الشرطه المصريه بعيدها ال 71، كل سنه وهم طيبين، طيبين الامن والامان للمصريين. اسمح لي سيادتك بقى ان انا عايز اقول ان حضرتك في المقدمه بتاعتك وكالعاده خطفت مننا الكلمات باللي انت قلته عن تشجيع المستثمر وتسهيل الاجراءات ليه والوصول لل 100 مليار دولار كتصدير للخروج من الازمه اللي احنا بنحاول ان احنا نعديها. الحقيقه بشرة الخير بالسيد رئيس الوزراء بالقرارات او وضع الضوابط الجديده اللي حطها النهارده في اجتماعه من اجل التسهيل على المستثمر وعلى الصانع على وجه التحديد. شايف ان الالغاء او التخفيض زي ما سيادتك قلت للغرامات بتاعت التاخير بتشيل من على المصنع او من على صاحب الشركه او على منشئ الشركه عبء مالي هو في حاجه ليه من اجل انهاء مشروعه. صح. فهو محمل بجزء تاني اسمه الانشاءات، ومحمل بجزء التراخيص، ومحمل بجزء المعدات. فكل ان الدوله النهارده بتقول له انا معاك، والنهارده احنا بنساعدك، والنهارده بنقول لك هنشيل عنك اعباء، وهنشيل عنك وهنخفض لك غرامات، او هنشيل لك الغرامات بالكامل، وهندي لك وقت اضافي عشان خاطر تقدر تخلص مشروعك وتشتغل. دي الحقيقة خطوات جيدة جدا لصالح المستثمر. نقطة مهمة كمان سيادتك، ان لو هو المستثمر عنده امكانيات وهيدفع الفلوس كاش بيشيلوا عنه 75% للسداد الفوري. حلو جدا. حضرتك اعفاءات بتتم فعلا احنا في حاجة ليها، وخاصة الظروف الاقتصادية، وزي ما سيادتك والسادة المستمعين كلهم عارفين ان الظروف دي على العالم بالكامل. صح. مش علينا احنا بس، وبنقولها بمنتهى الوضوح وانا راجل مصنع، مش علينا احنا بس، مش في مصر بس، عشان بعض الناس اللي بتاخد الكلمات
وبتشتغل عليها، ان لا ايوه العالم كله متاثر، دول كبيره مش قادره تدفع المديونات اللي عليها، في ازمه عالميه، احنا جزء من العالم، مصر جزء من العالم. فالتاثير اللي احنا فيه النهارده لما نبص نلاقي الدوله بتقف جنب المصنعين بكل الامكانيات اللي هي خطوة على الطريق اللي هي بتستفيد من المميزات دي بانها تشتغل، انها يبقى عندها امل لبشرة الخير دي، ان احنا نفكر ازاي نصنع بسرعة، ازاي لو عندنا مشاكل اخرى عن طريق مجلس الشيوخ وعند سيادتك مجلس النواب، احنا ننقل وجهات النظر دي للحكومة علشان خاطر نقدر نوصل لل 100 مليار دولار وازيد من 100 مليار. احنا مش عايزين 100 مليار بس، الخطوة الأولى زي ما سيادة الرئيس قال 100 مليار، احنا عارفين ان هو يقول لنا نزود ال 100 مليار تاني لانه هو عنده الطموح مستمر. هو غالبا الرئيس عاوز بس يشوفنا قربنا من 80 85 بالزبط. هيرفع التارجت تاني. بالظبط، لكن الحقيقة اسمح لي يا يوسف بيه، انا عايز برضو اضيف ان في حاجات تانية كمان المصنعين عايزينها اكتر من وزارة المالية. وزارة الصناعة قدمت شيء، وزارة المالية ايضا تقدم شيء، لان في النهايه يهمنا ان الصانع يشتغل، صح، ان المصانع تتحرك. شفنا سياده الرئيس لما رفع سعر الـ 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 القمح شجع المزارع يرجع، وده شيء كويس جدا، ده هدفه امن غذائي، هدفه امن قومي المصري، المواطن المصري. لما نيجي النهارده نقول ان توجيهات السيد الرئيس للحكومه واستجابه الحكومه لهذه التوجيهات بالاهتمام بالمزارع وبالاهتمام بالمصانع بالصانع وتذليل العقبات ليهم، دي خطوه على الطريق بتضاف لانجازات رئيس الجمهوريه وبتضاف لانجازات الحكومه، وفي نفس الوقت بتخرج المصريين من الازمه اللي احنا عايشينها العالميه، على الاقل نقول ان احنا بنتحرك الى الامام، وخاصه وجود الامن والامان عنصري الاهم من اي شيء اللي احنا بنعيش فيه، اللي هو بيشجع التصنيع ويشجع الامور الاخرى. بالتاكيد صحيح 100%. يعني طب سيادة النائب، انا هفكر بقى انطلاقا من مسألة تارجت ال 100 مليار دي، احنا ممكن نوصل 100 مليار تقريبا على سنة كام، في ظل ان احنا لازلنا جميعا في العالم نعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية؟ انا بخاف من اسئلتك يوسف بصراحة. لا يا فندم، هو حد يقدر؟ التحدي، المصريين بيحبوا التحدي، المصريين عندهم قدرة وعزيمة غير طبيعية على انهم يأدوا وينجزوا، المصريين بيحبوا بلدهم وبيحبوا قيادتهم السياسية. صحيح. انا اتوقع اذا كان الامور بالنسبة لاهتمام الحكومة بمصطفى مهمت بولي، الراجل ده اللي الناس كلها بتعزه على فكرة وبتحبه جدا، اذا كان التوجه هيبقى اهتمام بالصناعة واهتمام بالزراعة وحل المشاكل ومزيد من المبادرات من وزارة المالية ومن الجهات الأخرى، أعتقد أن خلال يمكن السنة اللي جاية إن شاء الله سنة 24 هيبقى فيها إنجاز رهيب قوي، ويمكن السنة دي كمان على آخرها نقدر نوصل لمعدلات أعلى من كده، لأن احنا عندنا إصرار على العمل، عندنا إصرار على الجهد. طالما هيتشال من على أكتافنا أعباء، ليه لا؟ احنا ما نشتغلش ليه؟ بالعكس، احنا عايزين نشتغل، عايزين نقدم للامام، عايزين نقلل الفجوه الاستيراديه، عايزين نفكر في التصدير. انا شايف كمان ان سياده رئيس الوزراء اهتم بزياده المكون المحلي. المكون المحلي ده مهم جدا عشان نقدر نوصل ل نبص لمنظومه الصادرات ونطورها. نقطه مهمه كمان يوسف تسمح لي ان انا اتكلم فيها، ان سياده رئيس الوزراء اهتم كمان بمجال الصناعات التكنولوجيه، ودي نقطة مهمة جدا. العالم كله بيتقدم تقدم رهيب، واحنا كمان اتحطينا على الخريطة بالكلام ده، شيء عظيم قوي. وعايز اقول لك بمنتهى الوضوح وبمنتهى الصراحة، كنا محتاجين وفي اشد الحاجة لهذه المبادرات، لان الصناعة فعلا هي الاساس بعد الزراعة مباشرة. صحيح. وبشكر حضرتك على وجه التحديد، لانك بتفتح ملفات مهمة جدا. لا يا فندم، ازاي بس؟ عائد الصناعة وعائد الزراعة بيمس كل بيت في مصر، بيمس كل العاملين في مصر طبعا، بيمس المصريين بوجه عام، بيمس الشباب يلاقوا فرص عمل جديدة، يلاقوا المواطنة والانتماء لبلدهم، وشباب مصر بخير طول ما معانا سيادتك ومعانا الإعلاميين الطيبين المحترمين، وفي وجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا كلنا بنحبه وبنقدره. طب ممكن اخد سؤال كمان اذا سمحت لي؟ بخير. يا رب، يعني انا مش قدك يا فندم.
والنبي يا فندم سؤال كمان ليه بقى، هو متعلق بمسألة فتح أسواق جديدة. هل يرى سيادة النائب تيسير مطر كرجل صناعة بالأساس وكبرلماني ووكيل للجنة الصناعة في مجلس الشيوخ أن هناك أسواق يجب علينا اقتحامها لسه ما قربنا، لسه احنا ما قربناش ليها، لسه ما رحناش؟ فعلا يوسف بيدي نقطة، سؤال مهم جدا بشكرك عليه. احنا محتاجين نغزو كل الأماكن في العالم، محتاجين وزارة الخارجية بمكاتبها تشتغل معانا، محتاجين مزيد من الجهد عشان خاطر نقدر نوصل للدول اللي هي محتاجة سلعة من عندنا. بس عشان حضرتك تنافس وعشان حضرتك تخش الأسواق دي اللي احنا محتاجين ان احنا نفتحها، عايزين نخلي الأسعار تكون كويسة نقدر ننافس بيها على المستوى العالمي. وده على فكرة سيادتك هيجي بالخطوات اللي احنا ماشيين فيها، يعني من أفضل إلى أفضل إن شاء الله. فردا على كلام سيادتك، نعم محتاجين ان احنا نفتح أسواق جديدة في دول أخرى، دول تحتاج للمنتج المصري الجيد المتميز. في عندنا قطاعات كويسه جدا زي النسيج، في قطاعات كويسه جدا زي المنتجات الزراعيه، كل الكلام ده كله ليه اسواق، عايزين مزيد من الاسواق لكل القطاعات الاخرى اللي توجه الدوله بدعمها في مجال الصناعه في مصر عموما، وده شيء كويس جدا على الطريق لصالح المصريين. يا رب يا رب، ألف 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 شكر ليك يا سيادة النائب، كل الشكر لسيادة النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.